وقما كنخرج من المدرسه كنجي كندخل لاتولي ديال الوالد ديالي، كنبدا نخدم حجيرات صغار بحال هكا وكنرسم. ملي كيجيو السياح كيلقوني دار شي حاجه واخا هي بسيطه كيشجعوني معنويا وماديا، هادشي اللي عطاني واحد الدفعه نفسيه. وكنضحك مع الماتير بروميير، كنقيس الصباغه وكنستمتع بهذيك العمليه، وكل مره كنكتشف حويجات جداد. هادشي اللي خلاني نميل بزاف المجال ديال الفن. مي لا بيريود عاوتاني ديال المرحلة الثانوية مشيت لورزازات، تما فين تخربقات حياتي شوية. ناوي ندير الفنون التطبيقية في المدرسة في أكادير، قالوا لي ماشي مشكل خصك تقرا سانكيام، راه ما كاينش في الفنون التطبيقية، خصك تقرا في هنايا في ورزازات. قريت السانكيام، فاش جا السيزيام درت تغيير التوجيه باش نمشي لمدرسة الفنون التطبيقية. جات الموجهة عطيتها الدوسي ديالي، تسنيت ما خرجتش السمية ديالي، صبرت للدورة الثانية عاودت نفس الحاجة وما طلع والو. من بعد بقيت محكر على الأستاذة باش زعما تبرر لي هادشي اللي طرا. في الأخر شدات لي يديا داتني للبيرو وحلات المجرة وهي توريني هذوك جوج دواسي ديالي وما تصيفطوش. قلت لها علاش؟ قالت لي لا راه انت الوحيد اللي كاين وهذا وهذا. قلت لها علاش؟ استاذه تقري لي واحد المصير اللي انا كون عرفتها كون ديتها من راسي. وصدقت دوزت 4 سنين تقريبا في هذيك الثانويه وانا ما بحال ما حملاش. ملي ساليت القرايه ديالي في الاكاديمي دي زارت تراديسيونيل، جيت لهنا لورزازات وقلت للدار ما بغيتش لا وظيفه لا حتى شي حاجه، بغيت نبدا راسي وندير شي حاجه راسي ونخدم في المجال ديال الار. مشيت لقيت ابن حتو، كريت واحد المحل صغير وبديت فيه، بديت فيه ا زيرو. وكانت البدايه صعيبه الصراحه، شويه بشويه بديت كنتعلم، شويه كنطور في راسي، شويه اكتشفت البورتري. هذيك الفتره كانت مهمه بزاف في حياتي حيت تحكيت مع الماتير بزاف. يلاه دوزت شي 7 شهور ولا 8 شهور، جات واحد الريزيدونس ارتستيك لتمايا، دوز اسوسياسيون ديال ايت بن حتو ايت عيسى، مع واحد الاسوسياسيون ديال لاخ كونتومبوران في كازا اركان. كنت مع واحد لو طابلو تحكيت مع لي زارتيست وهذا وعجباتهم الخدمه، وهي بروبوزي عليا ندير ريزيدونس ارتستيك في كازا. وهي هذيك من بعد خرجت من ايت بن حتو مشيت لكازا، دوزت شي 6 شهور تقريبا. اول اكسبوزيسيون ديالي في ميدياتيك موسكي حسن دو تما في كازا، واكسبوزيت مع دي زارتيست كبار وانترناسيونال. تما فين بلونسيت وبديت كنتعرف، وتما فين بديت دخلت للبروفيسيونيل شويه. الوالد ديالي الحاجه بزاف اللي زعما اللي خلاتني نفتخر به بزاف هي انه الظروف اللي فاش كان هو، ماشي هي الظروف فاش كنت انا ديك الساعه وفي هذه البلاصه بالضبط وفي هذيك الفتره قديمه شويه. ما كانش اللي كيشجع على الفن وما كانش اللي يعرفو. ملي كيلقاوك هذه ديك الفتره كترسم ولا شي حاجه كيقول لك اش هتخربيق اش كدير، سير للجنان مبغيتيش تخدم وهذا الشيء. هاد الفتره دوزها الوالد زعما دازت عليه، يعني رغم الظروف رغم بزاف ديال الحوايج، وحتى الوالده ديالي عاوناتو باش يرجع للدار حيت بعد عليه واحد الفتره ورجع عاوتاني وبداو ازيرو تا هما الوالد ديالي والوالد. يعني واحد الكوب اللي بدا ازيرو جاو لهنايا، وهاد الدار باقي ما يلاه تبنات فيها شي بيت ولا جوج بيوت تقريبا، جاو حتى الوالده ديالي كتخدم معاه بعضها وهذا، يعني ازيرو. كنفتخر بهم الصراحه، وكما هما ما كنتش انا نوصل حتى شي حاجه.